تكلم يا رياض تكلم، ترى كلهم خونة. قل لي وش سالفة هالمفتاح؟ اي مفتاح؟ لا تستغبي، هالمفتاح هم دفعوا لي اكثر، دفعوا لي 50,000، واللي دفع لي اكثر راح اكون معه. اها طيب، تدري يا حلو ان الدكتور حازم باعك؟ باعني؟ لا ما يسويها. اها طيب، عاد تدري ان الدكتور حازم هو اللي قتل اخوك؟ قتل اخوي؟ كذاب، انت اللي قتلت اخوي. اها انا اللي قتلته؟ ها لا تتحرك. اتفقنا يا تركي، اقتله وليك مني 100,000، بس مش دلوقتي. متى؟ اهدى شوية، بكرة هتعرف امتى. وش رأيك؟ المجرم الخاين، خلاص انا راح اقول لكم كل شيء. ايوه تكلم يا رياض تكلم. انا كنت اعرف الدكتور حازم من زمان، كان عنده معمل صغير وكنت اشتغل عنده ساعي، ومرة طلب مني اجر فيلا عند اخوي ابو عاصم، وانا كنت الوسيط في هذه الفيلا. ايوه كذا، طول عمري كنت احقد عليه، ويوم جاني حكالي عن موضوع منصور والحادث ما صدقت انه جاني في طريقي.